يسهل عليك نبي 17 فيديوهات الكومبايلرز، هيبقى فيها امثله على سامسونج كونستراكشن. اول مثال الراجل بيقول لك عايزين نعمل ريجل اكسبريشن اي بي اور سي، يعني نعمله ان اف اي تومسون كونستراكشن. في الاول هنقدر ناخد كل واحده منهم لوحدها ونعملها، قصدي هي اي بي اور اي هو في السؤال يعني. فهنعمل الاي لوحدها، هتلاقي ان الاي عامله كده، فهنمشي واحده واحده يعني. هتلاقي تعمل اول اي بي وبعدين تعمل اور مع الاي، فالاي لوحدها اي بي، هتعمل برضو بعد البي لوحدها، وبعدين عايز تربط الاتنين دول مع بعض عشان تعمل اول ترم اللي هو اي بي، فبرضه هتشيل البتاعه دي وهي دي ابسلون ترانزيشن كده، بقى اي بي. فبالتالي ده كده بقى الصندوق بتاعك اللي اسمه اي بي، عايز تعمل له اور مع اي، وبرضه عايز تعمل اور لصندوق مع صندوق تاني اللي هو صندوق الاي، هترسم صندوق الاي تحت، وادي الفينش سيت بتاعته. وبعدين عايز تعمل اور، فهتقوم تشيل الدايره من هنا والدايرة من هنا، تقوم عامل ايبسلون ترانزيشن كده، يعني هو مريب شوية، ايبسلون ايبسلون وكده، يبقى الاكسبت ستيت النهائية، وتاخد الستارت ستيتس دول برضو ايبسلون وايبسلون، وتعمل الستارت ستيت لي الاتنين مع بعض. فده كده اي بي اور اي بالتومسون كونستراكشن. المثال اللي بعده عايز يعمل الايدنتفاير بتاع السي اللي هو لتر او لتر، وبعدين لتر اور ديجيت ستار. فاول حاجه نعملها هي الليتر نفسه، فالليتر ده ال ان اف اي بتاعته او الدي اف اي بتاعته تبقى كده هنا لتر، تمام. اوكي، عايز تعمل لتر اور ديجيت، فالليتر اور ديجيت هتعمل كده ديجيت، وشلنا الاكسبتنج ستيتس دي، وعملنا هنا ابسلون وابسلون، ودي كده الابسلون وابسلون اللي صار الستيت الكليه. ودي كده ليتر اور ديجيت. طب عايز ليتر اور ديجيت ستار اللي هي بتشمل تغييرين، تشمل انت عايز ليتر اور ديجيت ينفع يتكرروا اكتر من مره، وتشمل كمان انك تحط الابسلون اللي هي الابسلون نفسه يكون حل، مش لازم يبقى فيه ليتر اور ديجيت. نفس اللي عملناها قبل كده بنفس الطريقة. هتقوم شايل، هتشيل ال accepting state دي، وقلنا ما ينفعش تعمل هنا letter or digit كده، هو عايز لو هتطلع اتنين من نفس البتاع لازم تبقى epsilon transition. فهتقوم راجع من هنا كده ب epsilon transition، وراجع على ال state اللي هي قبل ال start state بتاعتك اللي هي ال start state نفسها يعني، فبقى هنا في epsilon، بقى طالع اتنين والاتنين epsilon، فكده ماشي بالقاعدة. فدي كده letter or digit plus. طب عايز تعمل letter or digit، طبعا letter or digit epsilon، letter or digit قصدي star، فلازم يكون في epsilon كمان. طبعا هي بس الاول دي كده ال accepting state وال start state، الصندوق بتاعك كان هو ده، فانت عشان تعدل في ال expression لازم هتعمل start state و accepting state جداد. فده الصندوق كده، عملت ال accepting state الجديدة وال start state الجديدة. وبعدين عايز بقى تعمل، هتغير بعد كده، تقوم حاطط السهم ده عشان تعمل البلس، وبعدين تقوم واخد من الستارت ستيت الكلية نازل على اكسبت ستيت بابسلون عشان تبقى عملت ليتر اور ديجيت ستار. فالصندوق ده اللي هو يعتبر ليتر اور ديجيت لو شلت يعني، ما علينا يعني. طيب كده باقي بس انك عايز الشكل ده كله، عايز تعمل له ايه؟ تخلي ليتر الاول ان هو ليتر، وبعدين ليتر اور ديجيت ستار. فبرضه هتاخد البتاع ده كله على بعضه، ممكن نعمله ريسايز 50%، وبعدين تقوم ده كده الستارت ستيت عندك. طب انت عندك بعد كده الليتر نفسها اللي هي في الاول هتبقى عامله كده هنا الليتر، وتقوم واخد من طبعا دي كانت اكسبت ستيت، بس انت هتشيل اكسبت ستيت تحط ايبسلون، بحيث ان انت كده تبقى خلصت هنا يعني. طبعا دي ايبسلون ودي ايبسلون، فانت كده ايه ليتر، بعدين ليتر اور ديجيت ستار. طبعا السهم بقى يعني في سهم هنا وفي سهم هنا. بس اخر مثال، لو عايز تعمل A اور C ستار B، برضه هتعمل الاول طبعا مش B C، تعمل A الاول، ادي ال A
وادي سي A or C يبقى هتعمل دول كده epsilon transitions وادي accepting state وادي epsilon transitions وال start state كده A or C. A or C star يبقى الأول هتقوم هتشيل البتاع ده وتعمل start state كمان وتعمل accepting state كمان تمام، وبعدين A or C star فهتاخد من هنا برضو تقوم ناجع على start state بإبسلون ودي طبعا إبسلون وجاي من هنا وعامل ايبسلون، وبعدين الكلام ده تضيف عليه بي في الاخر برضه مساحة صغيرة، فيعني عشان تضيف البي طبعا هتشيل برضه الاكسبتنج ستيت دي، وبعدين تكتب البي فبس كده. دي كده الاي اور سي ستار بي ودي ايه ودي ايبسلون ترانزيشن برضه، السهم الطويل ده ايبسلون ترانزيشن برضه وده ايبسلون ترانزيشن بس كده. الفيديو الجاي بقى نشوف اللي هو تحويل ال NFA ل DFA.